السلام عليكم خوتي وخوتاتي متبعي قناة أمينة الشو. كما كتشوفوا هنا في هذا البلاطو هذا جبت لكم واحد المسطلات صغيرين كيجيو غزالين، يمكن لكم تزينوا بهم الطبلة ديالكم ديال الإفطار في الشهر الفاضل. وبهذه المناسبة نقول لكم رمضان مبارك سعيد، نتمنى أنه يدخل عليكم بالصحة والرزق والتقوى والمزيد من الصلاح للوليدات، وباش ما تمنيتو الربح للجميع. إذا بغيتو تعرفوا الطريقة باش حضرت هاد البسيطلات الصغيورين اللي جاو على هاد الشكل هذا على شكل الوردة، تابعوا معايا الفيديو ديالي من الأول حتى الأخر وإن شاء الله يعجبكم وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله نصاوبو الشرمولة ديالنا. بالنسبة للشرمولة كنحتاجو كما شفتو هنا واحد المعلقة صغيرة ديال العطريات ديال الحوت، عندي نص معلقة ديال البزار، ما بغيتش نكترو حيت دايره غادي ندير الحار. عندي نص معلقة ديال البزار، عندي نص معلقة ديال الكمون، عندي معلقة ديال التحميرة، معلقة ديال الخرقوم أو الكركم، عندي هنايا نص معلقة ديال السكنجبير، عندي القياس ديال الملحة، عندي معلقة ديال الحار أو الهريسة، عندي هنايا ربعة الفصوص ديال الثوم، عندي هنا حامضة مصيرة، عندي حامضة ممصيراش غنحتاج العصير ديالها، عندي هنا لاصوص صوجا، عندي هنا البودره ديال الثوم، عندي كما كتشوفوا هنا راني حطيت قزبر معدنوس يلاه صوبتهم وحطيتهم هنا باش نقادهم باقيين طريين، حتى هما غنحتاج واحد الكميه. اول حاجه غادي نديرها على بركه الله غادي نبدا وغادي نشد القزبر المعدنوس ديالي، غادي نستعمل مولينكس، غنطحن كل شيء في مولينكس، غادي ندير وعندي شويه ديال لاصوص ديال مطيشه الحك، غادي نشد واحد الكميه ديال القزبر المعدنوس بلا ما نحتاج نقطعو، هذا حطيته هنا كيتسقطر ليا حيت غادي نحتاجو، حتى شو كيتسقطر غنحتاجو ليا، نصوب بيه مسائل اخرى دابا غادي نطحنو. المهم غادي ندير المعدنوس، نحاول نكتر المعدنوس، نجمع هاد الخير كلو هنا، درتو في هاد السلبي تحتي نشف ليا، عاد نقطعو. هنا عندي هاديك العطرية ديالي كاملة غادي نديرها، ثوما العطريه التوابل كامله، غادي نزيد حتى ديك الهريسه حتى هي غادي نديرها، الهريسه حتى هي غادي نديرها. هنا غادي ندير العصير ديال الحامض، غادي نعصر الحامض ونديرو، عندي لاصوص صوجا غادي نستعمل واحد جوج معالق حتى ثلاثة حيت استعملت هنا غير ملعقة صغيرة، غادي ندير طريفات ديال الحامض حتى هنايا نقطعهم، موجدتهمش من قبل من غير غادي نحاول نزرب عليهم ندير مقص، ندير العصر طريقة عملية. صافي غادي نطحن، غادي نزيد نزل واحد شوية العصير، البودرة ديال التوم مدرتهاش، خدرت التوم غادي نزيد واحد شويه ديال البودره، نعصر واحد الحامضه عندي غنبدا نقلبها نعصرها ونتلاقى معكم باش نكملو. هنا بالنسبه للصوص ديالي هي كلها راني طحنتها، ها هي دي من بعد ما زدت ليها هذاك شويه ديال العصير ديال الحامض. عندي هنا كما كتشوفوا بالنسبه للحوت
عندي هنايا تقريبا كيلو الا ربع ديال الكريفيت مقشر مقشر. عندي هنايا واحد نص كيلو ديال سيبيا هي. عندي واحد ربعه ديال الكالامار حتى هو. عندي واحد نص كيلو ديال الميرنا اللي كتكون كبيره. بالنسبه غادي نهضر معكم الطريقه غادي نديروها دغيا. بالنسبه للكريفيت والسيبيا ديالنا غادي نشرملوهم في هذا لاصوص، نزيد عليهم شويه ديال الزبيده بلديه ونديهم يتقلاو مباشره. غادي نشد هاد الميرنه ديالي غنديرها في الفران، غادي نسمها بداك القشور ديال ديك الحامضه اللي ديجا عصرت، شويه الزعتر شويه مليحه وبزار، غندخلها للفران. نفس العمليه غادي نديرها للسيبيا اللي درت هنا، كيف ما درت هنا الكالامار غادي نديرو حتى للسيبيا حتى هي. غادي ندوزها في هاد لاصوص وغادي نشحرهم مزيان. ملي غادي نشحرهم مزيان غادي نديرهم يتسقطرو في الماء ديالهم. غادي نخدم هذيك الفيرميسيل اللي عندنا. عندي هنايا تقريبا بكيه وربع اللي غادي نستعمل. هذاك الماء اللي غادي نسقطر من هنايا كما قلت لكم هو اللي غادي نزيد ليه الماء وغادي نديرو ندير فيه يا ربي هذيك الفيرميسيل تطلق حتى هي. وملي غنوجد هاد المكونات كامله ديك الساعه غادي ندوزو باش نحضرو هذوك البساتلات الصغيرين ديالنا. مباشره غادي نشعل البوطه على هذيك المقيله هنا. نسيت ما درتش هذيك المعاشق اللي قلت لكم ديال ماده الصلصه في الطماطم. غادي نديرها هنايا دابا غادي نديرها ونديرها ديريكت في هذيك لاصوص باش غادي نحل كلشي ونخدم بها. بالنسبه للكروفيت ما درتهاش نسيتها، غادي نعاود نطحن هذه بالنسبه حيت ليها هذيك الصلصه ديال الطماطم. وديك الساعه غادي نكملوا التحضير. انا غادي نكمل كلشي المكونات غنوجدهم ديك الساعه نتلاقاو باش نكملوا تتيمه ديال الفيديو ديالنا. اول حاجه كما شفتوا من بعد ما صوبت داك الحشوه ديالي كامله هي هادي. نسيت ما قلت لكمش راني شديت واحد الفلفله حمراء حتى هي شحرتها، صفيت داك الشيء كامل صفيته مزيان، شديت الورقه ديالي، خديت هاد الغطاء ديال القرعه ديال الشوكولات اللي كنستعملها كومول، كنشد واحد الورقه كندهنها بهذه الطريقه هذه. كنحاول نجيبها من الوسط بحال هكا بهذا الشكل هذا، كندير هنا كننزلها في المول هو ديك الغطاء. شديت ورقه اخرى قسمتها على اربعه باش ما تشاركش ليا ولا ما تخرجش ليا الحشوه ديالي، حتى هي كنشدها وكندير هنا الوسط، كنشد كميه من الحشوه بهذه الطريقه هذه. راه ديجا صابت شي وحدين ونحاول نشدو العبار ديالنا بهذه الطريقه. كندهن يدي مزيان، كنبدا نجمع الجوانب بهذه الطريقه هذه. صافي كما شفتو كنحاول نلويها على هذا الشكل هذا باش كنخرج هذا الموتيف انت يكون على هذا الشكل هذا انت مدورتهاش مزيان. نحاول باش ما يبانش ليا داك الفراغ. صافي كنبدا نقاد في داك الموتيف اللي يكون على هذا الشكل هذا، كنحاول ندهنها مزيان باش تشبر ليا وكيجيو لهذا الشكل هذا.
بهذا الشكل هذا صافي. كندهنهم من الجنب مزيان حتى كنكملهم. غنستمر كنكمل الكميه اللي عندي كامله. كملاحظه من كنبغيو ندهنوا راه كنخليو الوجه الجهه اللي رطبه هي اللي كنديرو في الوجه هكذا كما قلت لكم. نعاود مره اخرى ندير هكا، نشد العبار ديالي باش تكون ليا شد الجوانب كاملين. وحده اللي قلت لكم ثلثه كنديرها الوسط كنشد هكا، وانا كنوضع وانا كنستمر في التخلاط باش يكون كلشي واخد حقه من الحشوه كامل، ماشي غير تجي فيرنيسال بوحدها. صافي كنبداو في الطي ديالنا كما قلت لكم قبيله، كنحاول نشد بهذه الطريقه هذه. صافي كندور شكل ورده، كنجي لهذا الشكل هذا. كنبدا نجمع الجوانب ديالي بالزيت والتحميره اللي كنت وجدت من قبل. كنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ومن بعد نطلعها. لبسيت لا تصغيورين ديالي ملي كملتهم جاوا على هذا الشكل هذا. درت تما شاط لي واحد شي ديال الورقه حتى هي عمرتها ودرت فيها شكل سيجار. دابا غندخلها للفران طيب وديك الساعه نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد البسيطلات. البسيطلات ديالنا من بعد ما خرجتهم من الفران جاوا على هذا الشكل هذا. زينتهم بشويه ديال الكروفيت مقلي. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الرضا ديالكم. كما العاده مشاهدي ومتابعي قناه امينه شو، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم. ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وبارطاجيو الفيديو ديالنا الى عجبكم بين الاهل والاحباب، ونتلاقاو فيديو اخر بحول الله. دمتم في رعايه الرحمن والى اللقاء.